العملية تمت، وكانت النتيجة أنه المتساكنين الكل فرحوا، وكان حدث فعلا، ولات الناس تنتبه للمنتزه ولات تحب تجي للمنتزه. المهم لاحظنا أنه ولو صغيرات يكعبشوا ويطلعوا غادي وما فما حتى حد يمنعها، دونك ما فماتش وقعتش حماية الناس. وفي أفريل 6 نتاع العشية نشوفوا كان النار طالعة، دونك هبطنا الناس كل. هوروزمون أنه ما كان فما حتى صغير في وسطها، لأنه كان ينجم يتحرق، يعني مش معدة باش الناس يدخلوا لها غادي بالطريقة هذيك. وزيد يشعلوا فيها النار، دونك عطات مفعول خايب برشا عن الناس كل. الإقصاء الثقافي موجود، المنطقة هذه منسية بالكامل، لا فما مهرجان، لا فما يعني لا الجهة ولا المنطقة عندها إمكانيات باش تنشط ثقافيا. دونك كان في الإمكان تطويرها، وكان عندنا برنامج حولوها إلى قاعة سينما ثلاثية الأبعاد، وكان في استثمار ما معمول هنا. علاش الطيارة ما تحماتش؟ علاش ما عملوش بتيت كلتور حتى فيرت؟ الناس جيت تتفرج وما تتعداش الغادي. البيرسونيل اللي باش يتلاوني قلت لك عساس وتنحى، ما فماش غايب مريض نقلوه لاخرى، ما نعرفش. ما فماش سياسه واضحه في شنو هو مستقبل هالمنتزه. اللي نخشاوه انه فما اطماع نتاع خواص، الخواص حاجته بالربح، هذا مش يعمل حاجه لعامه الناس والمنطقة يسجرها ويجدها ويحسنها، واحد كل هذا لا سبيل إليه. السوق مر من وضع أنه تصرف فيه البلدية إلى بتة وخواص. المشكل في الحالات هذه الكل أنه الرقابة شبه غائبة. الشيء اللي يخلي اللي ياخذ بتة على مساحة معينة يفيض على الباقي. وشوف الحالة الوسخ والميزيريا، والناس تتحبس، ما عادش نجم تخرج من ديارها نهار الاحد من هوني ولا حتى من المدخل الاخر، فهمتني؟ دونك نعيشوا شبه الحصار نهار الاحد. المشكل هو هنا من يتعهد بالمنتزه ويقوم بما يجب القيام به. احنا كجمعيه نجموا نبادروا، نجموا نعاونوا، ماناش باش نحلوا محل المؤسسه العموميه. الوكالة الوطنية لحماية المحيط طلبناها في اتفاقية شراكة باش نتعاونوا كل واحد من شركة. هما عندهم مهامهم وعندهم أدواتهم وعندهم ميزانيتهم، وإحنا عندنا وسائلنا وعندنا البوبيلاسيون الموجودة كيف نوعيها ونحسها، هي بدها تساهم في المحافظة على المكان وربما تزيد حتى تحسنوا. ومع التعاون مع الجمعيات الشبيهة ينجموا يجيوا ويعاونونا وكذا، وهذا اللي صار في الطيارة. التجارب هذه ما زالت في بدايتها، ولهذا يتحسس المسؤول الإداري يقول لك أخويا أنا عندي حدود وتولي شي مسؤولية غدوة وما نعرف شنو. حسيلو الوضوح ما فماش في التصاريح، الكل يحبوا يخدموا مع المجتمع المدني والمجتمع المدني في تونس كذا، أما كيف نترجموها إطار واضح وملكة وما عليك وأنا باش نعمل وأنت باش تعمل، حتى نشوف الجريديك، حتى نشوف من نهار شكون كي يمشي الغادي يرقد. صافي بلوس كو دو زون الاتفاقيه مازالت راقده. نفس الشيء تلقاه في بلايص اخرى، راهو ما ماهيش الكل فرانات في ايديهم.